السلام عليكم اعزائي التلاميذ ومرحبا بكم في حصه جديده من حصص تعلم الصربان عن بعد اذا في الحصص الماضيه شفنا مجموعه من المعلومات ومجموعه من القوانين اللي نشتغل عليها في حصص ماده الصروبان او تقنيات الصروبان شفنا مكونات المعداد وقلنا ان المعداد يتكون من الاطار لو كادر خرزات خماسيه خرزات احاديه وأعمدة ونقاط مرجعية بالإضافة إلى مسطرة الحساب وكذلك شفنا كيفية تمثيل الأعداد على مستوى المعداد الياباني وشفنا تمثيل رقم واحد وعدد مكون من رقمين وعدد مكون من ثلاث أرقام إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا عملية الجمع البسيط كيفاش كتم على مستوى المعداد وغنشوفو برقم واحد وبرقمين كاشاره في كل حصه من حصص الصروبان غنشوفو قاعده او قانون من قوانين الاشتغال في حصص الصروبان اذا أنتم اعزائي التلاميذ كل واحد فيكم عنده معداد بحال هذا هذا هو المعداد الياباني اللي كيشتغلوا به الاطفال فالمعداد كيف ما هو عباره عن مجموعه من الخرازات الاحاديه والخماسيه كيف ما شفنا على مستوى المعداد الكبير اللي كنستعملوه في تلقين الدروس. فالمعداد المتوفر الان في الاسواق او اللي تشتغل عليه هو هذا، لماذا؟ لانه هو اللي تيتم الاشتغال عليه في المسابقات العالميه والمسابقات الوطنيه، كنشتغلوا بهذا المعداد الياباني، ماشي المعداد الصيني او المعداد الروسي. فهذا المعداد كيف ما كنشوفوا هو كيحتوي على مجموعه من الالوان، وكاين معدادات بنفس الشكل ولكن بلون واحد. كنصيحه للاطفال هو انكم اثناء الاقتناء للمعداد حاولوا تقتنيوا المعداد بهذا الشكل في عده الوان لان هذه الالوان عندها واحد دور كبير في عمليه التخيل وفي عمليه الانتقال من الحساب على مستوى المعداد الى الحساب الذهني لان هذه الالوان تقوم بتفعيل او تحريك الجانب الايمن من الدماغ المسؤول عن الخيال والمسؤول عن الاشكال والالوان اذا تعتبر بالنسبه للدماغ كرابط واحد الفايل اللي كتقوم به بتخزين المعلومات وبالتالي كنتمكنوا من تخيل المعداد بواحد الطريقه اللي هي سلسه وجميله جدا المعداد كذلك يصدر واحد الصوت اثناء التحريك ديالو يصدر واحد الصوت فبعض الاطفال تيحاولوا انهم في الورشات اللي كنديروا في السوروبان انهم يستعملوا هذا الصوت باش يديروا لنا واحد السيمفونيه معينه مجموعين فيمكن لكم حتى نتشوفوا بهذا الصوت ديروا واحد العزفه ديال السوروبان او سيمفونيه بالسوروبان وان شاء الله غنحاول نسجل لكم سيمفونيات بالسوروبان تعزف بالسوروبان وبآلة المعدات وغنحاول نبارطاجيها معكم في الحلقات المقبله اذا من بين القوانين كذلك اللي خصنا نعرفوها في الاشتغال قبل الشروع في العمليه الحسابيه لانه غندخلوا دابا الجمع البسيط والطرح البسيط فغنشتغلوا على عمليه هي طويله جدا وكتحتاج واحد التركيز عالي فاهم حاجه اللي قلتها في الحصه الماضيه هو ان الطاوله اللي كنشتغل عليها تكون فارغه يكون فقط المعداد والقلم والورقه من اجل تسجيل النتائج كذلك الجلسه ديالي امام الطاوله الجلوس ديالنا امام الطاوله خاصو يكون واحد الجلوس اللي هو معتدل ما نكونش في حاله انحناء ما نكونش في حاله طعطة ديال الراس بحال هكا ما نكونش في حاله دخول بحال اذا دائما نكون مستقيم علاش نكون مستقيم باش الكولون فيرتيبغال يبقى عندي بشكل عمودي وكذلك الدوره الدمويه تنبوح بواحد الطريقه اللي هي سليمه جدا مما سيؤدي الى نقل الجلوكوز والأوكسجين الى الدماغ وبالتالي اشتغال نسبه كبيره من الدماغ وكنكون في واحد الحاله ديال اللي هي مهمه جدا واللي غتساعدني في التركيز والسرعه في الحساب اذا في كل حصه غنحاولوا نعطيو بعض المعلومات الان غننتقلوا مباشره الى طريقه الحساب او الجمع البسيط كيفاش نقوموا بالجمع البسيط اذا الجمع كيف ما كنعرفوا كيف في المدرسه هو انه ما يسمى بالاضافه نضيف رقم على رقم اخر او عدد الى عدد اخر ونحصل على خارج معين او نتيجه معينه مثلا الى الرقم واحد زائد اثنان كم تساوي هي ثلاثة حسن جدا إذا النتيجة هي ثلاثة رقم بسيط جدا واحد زائد اثنان كلنا كنعرفوها تساوي النتيجة ثلاثة إذا كيف يمكن لي ننزل هذه العملية إلى المعداد ندير الإضافة إذا الرقم الأول في العملية هو واحد إذا هو رقم واحد إذا غنمشي مباشرة لعمود الوحدات وغنمثل واحد باش غنمثل بالإبهام نقوم بسحب خرزة واحدة نحو الأعلى زائد اثنان اثنان حتى هي رقم واحد كينتمي لعمود الوحدات اذا غنمشي لعمود الوحدات وغنضيف اثنان شكون اللي قرا النتيجه حاول تقوم بقراءه النتيجه نعم اذا النتيجه الممثله على المعداد هي ثلاثه حسن جدا اذا هي ثلاثه اذا لاحظنا هنا هو ان المعداد كيلعب الدور ديال الكالكولاتريس غير الكالكولاتريس هي نيميريك رقمية هنا المعداد هو عبارة عن أداة يدوية مانيويل كنقدروا نشتغلوا بها كندير العملية العملية هي واحد زائد اثنان إذا تندير واحد زائد اثنان مباشرة كنلقى النتيجة مكتوبة على المعداد اللي هي ثلاثة مثلا بغيت ندير الرقم ثلاثة زائد خمسة كم تساوي ثمانية حسن جدا إذا اللي بغيت نمثلها في المعداد غنرجع الصفر خمسة، آه, ثلاثة إذا نقوم بسحب ثلاث خرزات أحادية زائد خمسة، خمسة هي الخرزة الخماسية التي تتواجد في الأعلى، سأقوم بسحبها بالسبابة هكذا وسنحصل على النتيجة اللي هي ثمانية، دابا نعطيكم عملية وحاولوا تخرجوا عندكم في المعداد مثلا العملية التالية ستة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة إذا غنقوم بتصحيح النتيجة على المعداد ستة إذا ستة هي خرزة خماسية وخرزة أحادية، غنستعملوا تقنية البينش وغنصحيهم في آن واحد زائد ثلاثة إذا غنزيد ثلاث خرزات أحادية، إذا النتيجة هي كم؟ حسن جدا هي تسعة، إذا هي تسعة، جميل جدا، إذا هكذا نقوم بعملية الجمع على رقم واحد. إلى مثلا في عملية الجمع نقدر نقول لك مثلا سبعة زائد اثنان سبعة زائد اثنان بنفس الطريقة غنمثلها غندير عملية البينش باش نمثل الرقم سبعة وغنضيف اثنان غنقوم بإضافة اثنان النتيجة هي تسعة حسن جدا دابا إلى قلت لك مثلا سبعة إذا قلنا سبعة زائد ثلاثة سبعة زائد ثلاثة الا بغيت نحسبها بناء على المعارف السابقه ولا داكشي اللي قرينا في المدرسه ف7 زائد 3 هي 10 ذهنيا ولكن الا بغيت ننزلها ونقوم بالحساب ديالها بالمعداد بغيت ندير 7 زائد 3 اذا 7 زائد 3 خصني نزيد 3 هنا في المعداد بقات عندي في عمود الوحدات فقط خرزتين احاديتين ما عنديش ثلاث خرزات احاديه اذا ما يمكنش لي نضيف 3 وهذا هو اللي كيتسمى بالجمع المركب اللي غنشوفه مورا الجمع البسيط او لا الجمع اللي كيكون كي فيه الاحتفاظ كيفاش ملي كيكون عندي الاحتفاظ كنحصل مثلا على الا إيه قلنا مثلا سبعة زائد أربعة هي 11 اذا خصني نحط واحد واحتفظ بواحد كيفاش غندير نحتفظ بواحد اذا هذا هو اللي غنشوفوه في الجمع المركب حاليا كنشوفوا الجمع البسيط يعني الجمع البسيط هو اللي كيعتمد على الخرزات المتواجده على مستوى المعداد وعدم وجود احتفاظ هنا فين كنهضروا على الجمع البسيط اذا غنحاولوا نديروا عمليه ديال الجمع البسيط برقمين مثلا إذا بغينا نديروا الجمع البسيط برقمين رقمين يعني غندخلوا آه، غنتقلوا من الوحدات الى العشرات مثلا عندي آه الرقم العدد 12 زائد 25 مثلا اذا كيف سامثل او اقوم بحساب هذه العمليه اذا 12 رقم الوحدات 2 رقم العشرات هو 1 ساقوم بتنزيل العدد الى المعداد دائما تنزيل من اليسار الى اليمين فاش كندخل جوج الارقام في هذه الارقام اربع ارقام وما فوق من اليسار الى اليمين اذا 12 1 ثم 2 زائد 25 25 اذا دائما من اليسار في العشرات 2 وفي اليمين في الوحدات خمسة إذا النتيجة شحال كم هي سبعة وثلاثة إذا هنا نتيجة مباشرة إذا بحال كاركولات خيس كاركولات هي نتيجة مباشرة حتى المعدن يكفي أن ننزل فيه نكتب فيه العملية نقوم بكتابة العملية ترجمة من صورة إلى رموز فهنا كتعطيني كيعطيني المعداد النتيجه مباشره كما كتعطي لي كالكولاتريس داكشي كتسمى بالالات الحاسبه البشريه الاطفال اللي تيوصلوا للحساب الديني كنسموهم بالات حاسبه بشريه علاش أن كتقوم بالدور ديال الاله الحاسبه الحاسبه وكيوصلوا للمستوى ديال سرعه الاله الحاسبه ويقدروا يتفوقوا عليها اذا هكذا ناخذ عمليه اخرى مثلا نمشيو الارقام اللي فوق خمسة غنعتمدوا فيهم على الخرزات الخماسيه مثلا ستة وسبعون زائد واحد وعشرون، ستة وسبعون، إذا حاولوا تمثلوها عندكم أنتم في المعداد ستة وسبعون، سأمثل سبعة في العشرات وستة في الوحدات، وإثنان في العشرات وواحد في العمود الوحدات، إذا جميل جدا، إذا غنحاولوا نصحوها على مستوى المعداد، سبعة وستون، نبدأ دائما من اليسار، سبعة، ستة زائد واحد وعشرون لاحظوا النطق كنقول زائد 21 حيت ملي غندوزو التمارين الشفويه او مثلا غتشارك في شي كومبيتيسيون فكاين عندنا الشفوي او ما يسمى بلغال فقط المكون او المدرب يقوم بالقاء العمليات شفويا وانت كتقوم بالحساب فاثناء عمليه الحساب ملي يقول هو 21 ما نمشيش الواحد اذا زائد 21 غنضيف واحد في اثنان في العشرات واحد هنا والنتيجه هي سبعة وتسعون اذا هكذا كنقوموا بتمثيل عمليات الجمع البسيط برقم واحد ورقمين إذن الحصه الجايه ان شاء الله غنمشيو لعمليه الجمع البسيط بثلاث ارقام واربع ارقام ان شاء الله